بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، أحمده تعالى وأشكره على ما أعطى وأولى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى، وعلى آله وصحبه أهل الخلق الكريم والوفا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وحياكم الله ومع هذا اللقاء في رياض السنة ومع هدي النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عن جابر بن عبد الله عن أبي نضرة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبل. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة، أي أول واحدة، فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامته. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم أوفوا أجورهم. أيها الإخوة، نريد أن نتوقف حول هذه المعاني السامية من هذا الحديث الذي استمعنا إليه: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وأنا أسأل الله عز وجل أن نعطى جميعا وإياكم هذه الخمس. أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومعنى نظر الله أي نظره برحمته وعونه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، لأنه مستجاب لنداء ربهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الثانية، العطاء الثاني من الله، فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وقد تكلمنا حول هذا الموضوع في بعض الحلقات الماضية. وأما الثالثة، العطاء الثالث، فإن الملائكة تستغفر لهم، أي للصائمين، في كل يوم وليلة. وورد أن هذا الاستغفار عند الإفطار. وأما الرابعة، العطاء الرابع، فإن الله يأمر جنته فيقول لها: تزيني، استعدي وتزيني لعبادي. لعبادي من؟ يقصد الصائمين. أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، إلى الجنة.
وكرامته سبحانه وتعالى أكبر عطاء هو الجنة. ومن المعلوم أنه إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران. وأما العطاء الخامس فإنه إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر لهم جميعا، أي للصائمين جميعا، ما داموا أخلصوا في صيامهم لله وصاموا على الوجه الأكمل. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ كذلك الصائمين إذا أخلصوا أعمالهم في هذا الصوم وصاموا على منهج الله سبحانه يأتي هذا العطاء من الله سبحانه، هذا العطاء الأوفى. في قوله: ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم، قال الله سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأيضا مما ينبغي أن نفهمه في شهر رمضان أن الله عز وجل أنزل كتبه في شهر رمضان، نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، ست أيام، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وبدأ إنزاله على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. إذن فعلينا أن نتبين أن جميع الكتب التي أرسلها الله عز وجل على أنبياء ورسله كلها أنزلت في شهر رمضان، كما بيّن ذلكم الحديث الذي رواه وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيثما قال: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، ليلة الأول من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، ست أيام، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. لكن القرآن الكريم نزل منجما حسب الحوادث والوقايع، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا القرآن الكريم هو خاتم رسالات الله عز وجل، فلا رسالة بعد القرآن الكريم، فلا كتاب سماوي بعده. والقرآن الكريم نسخ الشرائع كلها من الكتب السابقة ما عدا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي موجودة في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم. أما بعض القضايا وبعض الأحكام نسخت كما جاء في القرآن الكريم، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره لما أجمل القرآن ولما أجمله القرآن الكريم. بهذا أيها الإخوة، ونحن من واجبنا أن نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا.
اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، آمين. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد معكم مشاهدي الأكارم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوصايا الإسلام سنغدو للقمة، نسمو الباب.